هنا تمت جريمة إطلاق النار حيث قام مسلحون بإطلاق الرصاص تجاه مركبة استقلها المربي عبد الرحمن الربيدي ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة نقل على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى سوروكا بئر السبع نأسف لحدوث العنف التام المستشري في مجتمعنا العربي بحيث كل يوم نسمع عن اطلاق نار وقتل هنا وقتل هناك وطعن هنا وطعن هناك نتمنى من جميع المؤسسات ان تاخذ دورها في قمع هذا العنف او او معالجه ظاهره العنف بشكل تام من المنبر هذا بقول للمجتمع وللناس ان لا للعنف ظاهره العنف مش كويسه بالمره ما بتربي اجيال ما بتطلع مجتمع حضاري ايه ظاهره مش كويسه اللي مود تنتشر في المجتمع العربي والبدوي واحنا اخوان والقي وحده واحنا كل ريتنا هالبلد استهداف المربي المعروف بدماثه اخلاقه ادى الى استنكار وشجب كبيرين في كافه انحاء النقب ومطالبه بابقاء المعلمين خارج دائره العنف نحن نطالب باخراج المعلمين والاطباء والمحامين وكل من يقدم الخدمات ل لاهلنا في الليقيه وخارج الليقيه من دائره العنف التضامن الواسع من قبل الاهالي والرفض التام لاعمال العنف قطع عطله المولد النبوي الشريف للاعداد لوقفه احتجاجيه في حرم المدرسه للتاكيد على خطوره الموقف